اول شيء ما اسحب مالهم كونكتات حتى البتر فلاي شوفوا اشيل هذا السبرك الار مالته اوكي عندك ليه؟ اي لانه هو مو اقول لانه اريد استخدم ميجر كونكتر ويذ اوت ريليف هاي قد يكون بليتر قد يكون يوشي قد يكون اقول لك هذا ايش تعدل توراس بلاتينوس كبيره تمام اذا وصلنا لهذه المرحله الحين كلها نفسه وصلنا لاختيار الميجر كونكتر اختاريت فول بليتر بليت شو اسوي بعد ما ينزل مونر كونكتر بالشكل هذا يبقى معلق هنا اوكي بحيث هذا المونر كونكتر مالته يجي لطش ويس اوكي هذا يبقى بالنانة للحين حيوصل للصفحه الاخ هذا شلون حيمشي بما انه عندي كناري لازم يصعد فوق ليش لان قلنا كل كل بليته سواء كانت يو شيب او بليتر بليت تصعد على الانتيريور تيث وتمشي ويا البوستيريور تيث اوكي لان مو معقول امشيها فوق البوستيريور تيث تصير كلها كلوجن بس تمشي وياهن وتصعد على الانتيريور تيث اذا هاي الريستات اللي سويتها مال اندايركت ريتينر لا مال ميجر كونكت لازم يصعد تمام توصل لهنا للكناين صعد فوقها تسوي لي ريست هنا تمام وصلنا لهنا ما اقدر اصعد فوقها امشي وياه ليه بوستيريور يوصل لهنا خلاص يكمل بهالشكل هذا وعندي هذا البيت هنا هذا يصير كناين خط واحد يصير واحد لا لانه مخلي عليه ريست انا اصلا مبيرس بالديزاين هذا مال ميجر كونكتر صعد فوقه لان هذا بهالشكل هذا صار كومبليت صار فول بليتر كومبليت اذا البيشنت عنده تورس بلاتينوس يصير يوشي هاي لعبه كارش تورس بلاتينوس وضحت الفكرة؟ تورس هذا اليوشي ميجر كونكتر؟ اي هذا اليوشي ولازم يصير عمودية هاي؟ تقريبا هي عمودية اهم شيء لو كان عندك مثلا بليت او انتيريو بوستيريو بليت ستراب تصعد بها بالشكل هذا بحيث هذا خط المنتصف ما يعبر عليه اي خط من الميجر كونكتر الا اذا كان عمود يعني اوكي حلت مسألة الكلاس 2 اذا عندك كلاس 2 موديفيكيشن هنا هم راح يصير عندنا بعض القواعد الجديدة انتبهوا عليها 1 2 3 4 1 2 3 4 7 5 6 مشلوعات هنا هناك 5 6 7 ايش راح نسوي مهما كان الكيس مالتك لا تنخبص امشي تسلسل السلسل راح يكون حل مسألة الفري اند الحد وين؟ الحد الاندايركت ريتينر حل مشكلة الصفحة الأخ ارجع على الاندايركت ريتينر وكمل مفهوم الحل؟ دور سبورت ريتينشن دايركت للفري اند كمل متطلبات الصفحة الأخ ارجع مرت اللوك كمل من الاندايركت ريتينر وانت صاعد حلو تقدر بس فيها حلو كيف تقدر تسوي سبور على الواتر اوكي
كمل جهه بس احسن لك اوكي كمل جهه لحد الاداره فتيانا هسه اسوي بروكسيمم بليت على قد الكونتاكت ريل وبعدين طلع خط عدل اول الاي بار لا ما يخالف عبرت شويه من سبورت وما بعدين خلي امين شوت احنا ليش تتمسك بالتسلسل تعرف المن ترى مو لك الشخص اللي عنده إشكالية من كل مرة نحل بغير طريقة راح تيه عليه خلي نمشي على نفس السيستم ورا فترة تقولوا أنتوا أصلاً هو عادي نحل بكيفنا يعني مو بالتسلسل بس هو خلاص ما حتى بكلاس تري تكون مكنك وياي بكلاس فور مكنك وياي خلي الحل على التسلسل من تفهم مع التسلسل بعد أنت وراها من الشغلة تحفظها تهت بعد تشتغل براحتك عمار دقيقة وين وصلت؟ بس خلصت الايفون وخلصت بالضبط اذا هسه وصلنا للصفحة اللوغ بس صفحة اللوغ فارغة لا العفو يعني مثل ذيكه كلها كاملة لو كلها كاملة اخلي بتر فلاي كل شيء ينتهي بما انه مو كاملة الصفحة اللوغ اذا بيها برنسبلز شنو البرنسبلز السريع شنو البرنسبلز مال الباوند احكوا لي البرنسبلز مال الفري اند سبورت سبورت اللي يضمن بروكسيمال بليت وجريد ورك وبروكسيمال بليت وحده وميزي ارست مو صحيح الدايركت ريتينر اي بار حفظتوها مال الفري اند اكستنشن خلينا نجي على الباوند الشراد لها شوفوا الباوند الشراد لها اول شيء قياساتها نفس قياسات الجريد ورك الفري اند بالضبط مو كان البروكسيمال بليت وديرة اثنين باسبورت اثنين اذا تخلي البروكسيمال بليت انتيرير وتخلي البروكسيمال بليت بوستيرير نعم بعدنا بالسبورت مو كان الميزير ريست يراد لها تو ريست اوريجينيتد فروم بروكسيمال بليت ايش حفظوا حسب معرفون وشرط الاوريجين مالتها يعني تحفظ بكل باوندد سبان عندك هذا الشكل بكل باوندد سبان عندك هذا الشكل بروكسيمال بليت وطالع منها ريست احفظوا هذا الشكل بروكسيمال بليت حتى لا تروح يمنه ويسره اوكي اذا اني باوندد سبان سواء كانت بكلاس 2 او بكلاس 3 نيد تو بروكسيمال بليت تو احنا نسمين بروكسيمال ريست تحفظها بروكسيمال ريست تعرف انه يطالع بالبروكسيمال بليت فاذا تجي من خليت بروكسيمال بليت تخلي بروكسيمال ريست بهالشكل هذا واحد هنا واحد انحلت مساله السبورت مالتي الريست مو يوصل لنص السن لا تقريبا بس ترسم لي مثلث صغير هاي اعرف بالكاستات راح نسمها نص السن تمام اوكي خلصت مساله السبورت مالتها نجي على الروتيشن الروتيشن هنا شنو فرق الروتيشن مال الفري اند اكستنشن عن الباوندد فري اند اكستنشن دورنا لها دايركت واندايركت ريتينر وكان كلاس بواحد ليش؟ ما عندي اسم بالاخير تياه الباوندد راح تدور لها كلاس بين وتلغي الاندايركت ريتيرن منطقية صح؟ تمام أنا هاي عندي سن واحد فيدبر لي ار بي اي دايركت تصير كلاس بين نعم دايركت تصير كلاس بين الدايركت مات كلاس بين هذا فرق منطقية يعني هاي طبعا انا دور ريتيشن هاي الصفحة فأسوي هاي الملاعب كلها مال الاندايركت ريتيرن هي هاي موجودة واكو سنين صح؟ صح إذا يراد لي
كلاس بلين هاي الصفحة واحد على هذا تهت most logical class used in bounded span is circumference. طبعا انتم ما اعرف مو قلنا تقرون مو جبنا لكم الامتحان most logical class used in bounded span circumference. ليش مو جبنا نصا بالمحاضرة ايش كوبي بيست لا جبنا لازم كل المحاضرات وهذا مفهوم ايش اللي شريت دكتور؟ زين المحاضرة أعطيك إياها حتى أنت تكون عندك معلومات كاملة من وصل للرسم. زين most logical class هو circumferential. أجي أخلي circumferential أسبت circumferential شلون يرسم نص البترفلاي مو صحيح؟ هاي أمس هو most logical بالباوندد بس اكو قاعدة ثانية تقول من البريمولر وفوق استخدم اي بار اي بار مو ار بي اي الروتيشن مالتك مو كان يكون سيركمفرنشيال يكون اي بار ايش اسوي يعني هذا مو كان ما اخليه سيركمفرنشيال اخليه اي بار على مود شنو استاتيك على مود الاستاتيك يعني فقط مو على مود اني اوفر ستريس بريكر لا على مود الاستاتيك خليت له اي بار تمام زين هنا هذا الكلاس بالسيركمفرنشال هو كامل ليش لان بير سيبروكال ار هذا الاي بار صار غير كامل لان ما بير سيبروكال ار راح يجي واحد يسألني لعد هذا ليش ما خليت لي ريسبروكال ار اقول لك هذا الميجر ريست مالته هو ريسبروكال ار فحتى تفرقون بين الار بي اي سيستم والاي بار وحده اذا استخدمت اي بار على سيلف باوندد لازم تخلي ريسبروكال ار ليش؟ حتى ما يفتح السؤال. اوكي. بس ليش هذا خليت لهذا ما خليت له؟ لا، شو تقول؟ تقول الـ RPI system الـ Measure Rest مالتي مو بـ Minor Connector؟ هذا الـ Minor Connector اللي حينزل هو يعتبر Reciprocation. لأن من واصل للسن؟ Measure. ها؟ شنكم قفلتوا؟ عيد عيد دكتور عيد اي بار كلاس حاله حال الكلاسبات البقيه يراد ريسبروكيشن من يجي الاي بار ضمن ار بي اي سيستم ما يراد ريسبروكيشن ليش؟ الميجر ريست يشتغل له ريسبروكيشن وادق الماينر كونكتر مال الميجر ريست يشتغل له ريسبروكيشن زين إذا إجى الآي بار مو ضمن RPI سيستم على مود استاتيك إجى تخيل ريسبروكال آر أوكي نبسطها أكثر آي بار إذا ماكو ميجر ريست خلي ريسبروكال تمام دكتور آي بار ما ويا ميجر وضحت الفكرة؟ كمل إذا استوفينا هاي ما يرد لها إدارة التينر بس بعد ندور الإدارة التينر مال هاي يعني إيش قلنا؟ توصل للإدارة تحول للصفحة اللخ إنه بترجع للإدارة اختاروا لي إدارة التينر عالكناي أول شيء حكايتي صحيح عالكناي بس الجزء الثاني من حكايتي مو صحيح ماكو؟ ايش وقت اطلع كناين اكستنشن اذا كان عندي ريست هنا الميجر اذا كان عندك ريست هنا اي على الميجر بحيث انا بصعد ما نقدر نكتب هذا سينجل ما صار انا ما عندي المحاضره اللي اخذناها البارحه شو تقول اذا كان اذا ماكو
سوي اكستنشن يعني لا يصير ريس سنجلر ريس اعتيادي وبيصير في سباينر كونكتر صح؟ فاخلي ريس بهالشكل هذا على نص السن وبيصير في سباينر كونكتر يطلع بهالشكل هذا دكتور عم تحدد هذا متحدد هذا اللي جوا سينجل عم دكتور حد عم دبي اي طبعا هو سينجل عم دبي ما عم كونكتر وعم على انستازر لا 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 هذا سيرفيس مال الكونكتر طالع من الريست تمام تمام خلصنا دايركت اندايركت سبورت هسه شو نسوي قبل الماينر نختار الميجر اختاروني انا مدري استاذ طلاب على الكاميرا انت تريد واحد يعيد بصوره سريعه يعني شنو من صورت ايه ايش سمعت اسم الماضي مو قال لك شفت بلد لا بعد مختبر والله دخلي اخلصه وانزل لك ما بقى لي 5 دقائق 10 دقائق زياده انزل لك استاذ طلال خواني هم تعبت والله هسه عندي مختبر خلي اخلص وانزل لك هسه خلص مختبر هاي كلها ثواني والله اصلا خلي اخلص المختبر ابو خلي اخلص المختبر يا مواد طلاب هذا شغل الهلال زين كان كورير بوستير التيلي بوستير بيتر ستراب اذا اكو غريف اكو ريلي اذا السيرفيس مانر كونكتر ينزل بهالشكل هذا هذا ينزل بهالشكل هذا وهذا ينزل بهالشكل صح اربو ثاني سوى اسحب هذا على هذا الفكرة هذا واحد واخيرا هذا الاخر زين ترى هذا اللي هنا صار ساعه يشرح بي لا ادري بس مربوط وين مربوط من الجريد ورك اصلا العنا مود الاي بار اي صح صح منين طالع صح اذا اليوم الجديد اللي تعلمناه انه وقف شيء اسمه بوتر فلاي بالصفحة اللي ما بيه وطبعا هذا يمشي على كلاس 3 تمام اوكي يمشي على اللور بعد تكون ببالك اي كيس يجيك تحل الشغلة الثانية تعلمناها قواعد رسم الباوند وشي رادم هو راح يمشي عندك على كلاس 3 اوكي لذا كافي المختبر الجاي راح يصير كلاس 3 و 4 ابارت وارسم لكم شلون تتعلم ايش تكتب الجدول الرات طيبيا شو اسمه علمكم شلون تملوه فالشغله كلش بسيطه ومرتبه بس يرادلها شويه تركيز هسه كويز مو دكتور بعد نمتحنه